وتحية لكل من ينضم إلى متابعتنا في أولى متابعاتنا الحوارية. مشاهدينا، أصدر معالي الدكتور علي بن سعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قرارا بتحديد رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في المناطق التي تشرف عليها الهيئة. تضمن القرار رسوم تصل إلى تخفيض بنسبة 50%. كيف ينعكس هذا القرار على بيئة الاستثمار؟ تساؤلات عديدة طرحها على ضيفنا الكريم. نرحب باسمكم مشاهدينا بمدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الدكتور سعيد بن خليفة القريني. مساكم الله بالخير دكتور، حياكم الله في برنامج من عمان. نود في البداية أن نخوض كتعريف ونبدأ للمشاهد الكريم حول الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وأبرز أدوارها أيضا في هذا السياق، بالإضافة إلى أبرز المناطق التي تشرف عليها الهيئة. نعم، طبعا الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أنشئت بالمرسوم السلطاني 105/2020 لتشرف على المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وكذلك المدن الصناعية في سلطنة عمان، وتتركز أهم أدوار الهيئة من خلال إشرافها وتنظيمها لهذه المناطق من خلال عدد من المرتكزات، لعل أهمها التخطيط وتطوير لهذه المناطق من خلال إشرافها نحو ضمان إيجاد هذه المناطق وإعدادها لخطط وحلول ملائمة للقطاعات القائمة والقطاعات المستقبلية أيضا ذات الأولوية، ومن خلال الإشراف على إنشاء المناطق الجديدة والإشراف على المخططات الرئيسية لهذه المناطق وكذلك إعداد الدراسات والخطط الضامنة لتنمية هذه المناطق بما يتوافق أيضا مع الخطط التنموية للدولة، ومن جانب آخر التنظيم و الإشراف على المناطق من خلال ضمان إيجاد بيئة أعمال أيضا مستقرة والإشراف والتأكد من امتثال الشركات العاملة بهذه المناطق للتشريعات واللوائح المعمول بها في البيئة الاستثمارية لهذه المناطق، ومن خلال إيجاد أيضا مؤشرات أداء قابلة للقياس للمشغلين لهذه المناطق وضمان استمرارية أيضا هذه الأعمال وحصولها على جميع التسهيلات والدعم فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة لأعمالها. ومن جانب آخر أيضا تتولى الهيئة عمليات التسهيل وخدمة تقديم الرعاية لما بعد الخدمة من خلال أيضا إيجاد أيضا بيئة إجرائية وإشرافها على تقديم التراخيص والتصاريح والشهادات والموافقات للمشاريع العاملة في هذه المناطق من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة وضمان تقديم خدمات تتسم بالسرعة والكفاءة، وإلى جانب أيضا الإشراف على ضمان تقديم خدمات أيضا ذات جودة عالية تسهل أعمال المستثمرين. وتتولى الهيئة أيضا مهام التسويق وجذب الاستثمارات من خلال العمل مع الشركاء الرئيسيين على تنمية أو تعزيز القيمة المضافة للقطاعات المستهدفة في المناطق المختلفة الواقعة تحت إشراف الهيئة، والعمل معهم أيضا جنبا إلى جنب في استقطاب هذه القطاعات وتعزيز الميزة النسبية أيضا لهذه القطاعات بحسب كل منطقة والقطاعات المستهدفة بحسب كل منطقة، والمشاركة أيضا في الحملات الترويجية واللقاءات للمستثمرين المحتملين في القطاعات المستهدفة بالتعاون مع هؤلاء الشركاء. من جانب آخر أيضا تتولى الهيئة أيضا عمليات التشغيل وتسهيل الأعمال، وحاليا تشرف الهيئة بشكل مباشر على تشغيل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الفرعية الموجودة أو المكونة لهذه المنطقة، إلى جانب إشرافها على المشغلين المسند إليهم مهام تشغيل المناطق الأخرى التابعة للهيئة. ويقع أيضا ضمن مهام الهيئة التمييز المؤسسي من خلال ضمان وجود خطة تحول مؤسسي
تضمن وجود ثقافة تنظيمية ترسخ ثقافة الاهتمام بالمستثمر ووجود مؤشرات أداء قابلة للقياس من أجل تحقيق النتائج وضمان تطبيق أبرز أو أنسب الممارسات العالمية في بيئة الأعمال الداخلية والخارجية سواء في الهيئة في داخل الهيئة أو في المناطق الواقعة تحت إشرافها. وحقيقة عملت الهيئة منذ إنشائها على العديد من المبادرات في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها من خلال إعداد التشريعات الملائمة للبيئة الاستثمارية ودراسة الوضع القائم في المناطق الواقعة تحت إشرافها والسعي نحو إيجاد بيئة تشريعية موحدة وتنظم بيئة الأعمال وتعزز من قدرتها التنافسية، وإلى جانب أيضا تطبيق نظام المحطة الواحدة وأتمتت الكثير من الخدمات لتصبح خدمات إلكترونية وإعادة هندسة إجراءات هذه الخدمات بما يتوافق مع تطلعات الدولة نحو تسهيل الأعمال والتنوع الاقتصادي في الدولة بشكل عام وفي هذه المناطق الواقعة تحت إشراف الهيئة بشكل خاص، وبما يعزز ويرفع من مستوى ممكنات الهيئة والقيمة المضافة للقطاعات العاملة في هذه الهيئة. لعل صورة من صور التعزيز هي هذه القرارات تخرج من الهيئة. يعني يعتبر قرار توحيد الرسوم حقيقة في المناطق الواقعة تحت إشراف الهيئة أحد هذه الأهداف أو الأعمال التي أوكلت مهامها إلى الهيئة من خلال توحيدها لجميع الرسوم المقدمة من قبل الهيئة للمستثمرين العاملين في المناطق الواقعة تحت إشرافها. وتم العمل جنبا بجنب أيضا مع الشركاء ومع المناطق الواقعة تحت إشراف الهيئة والمشغلين بهذه المناطق على دراسة الرسوم القائمة قبل إصدار هذا القرار وتحليلها وقياسها بما يتوافق مع القدرة التنافسية وتطلعات الهيئة نحو تعزيز بيئة الأعمال في هذه المناطق والخروج بجدول الرسوم الصادر بالقرار حديث اليوم. دكتور، أبرز الخدمات التي تشملها القرار لو نوضح للمشاهد الكريم. نعم، القرار اشتمل على عدد من المحاور لعل أهمها الرسوم المتعلقة بالتسجيل التجاري وتسجيل العقود التجارية وعقود البيع وعقود تسجيل الانتفاع، واشتمل أيضا على رسوم تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية ورسوم التصاريح البيئية ورسوم أيضا التخطيط العمراني والأعمال الهندسية ورسوم التصاريح البيئية ورسوم الموافقات والشهادات الأخرى إلى جانب رسوم تصاريح مزودي الخدمة. يعني اليوم كيف يستفيد أيضا المستثمر الأجنبي والمحلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جراء أيضا صدور هذا القرار؟ ما هي الفوائد التي سيجنيها هؤلاء الأطراف؟ حقيقة كما أسلفنا يقع على عاتق الهيئة وضمن المهام الموكلة إليها أيضا إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة في المناطق الواقعة تحت إشرافها واستقطاب الاستثمارات ذات التكنولوجيا العالية والخبرة العالية والقيمة المحلية المضافة من أجل تعزيز الجانب التنموي المرجو من هذه المناطق وتعزيز تواجد أيضا القوى العاملة الوطنية والمؤسسات الصغيرة المتوسطة في هذه المناطق. وبالتالي تضمن القرار أيضا من أجل دعم هذه المؤسسات وتمكينها من الاستفادة من الممكنات الموجودة في هذه المناطق والقطاعات الاقتصادية المتنوعة ووجود استثمارات كبيرة عالمية ذات خبرة عالية، تضمن تخفيض بنسبة 50% من جميع الرسوم التي اشتمل عليها القرار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التخفيضات الواردة في هذا القرار في أصل الشيء من حيث وصل تخفيض في بعض الخدمات مما كانت عليه سابقا بنسبة 96%. وما أود الإشارة إليه أيضا أن توازى العمل على مراجعة الرسوم القائمة قبل صدور هذا القرار وإصدار الرسوم المرجو أن تكون ذات قدرة تنافسية عالية، توازى مع دراسة الإجراءات القائمة الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمستثمرين وإعادة هندستها
حيث تم حصر ما يقارب 258 خدمة تقدم في مختلف المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. تم إعادة هندسة هذه الخدمات من خلال حذف بعض الخدمات ودمج خدمات أخرى واستحداث خدمات أخرى، وارتكز ذلك على عدد من المرتكزات في واقع الأمر، لعل أهمها القيمة المضافة من الخدمة ومدى إضافتها للمستثمر المستفيد من هذه الخدمة، الشفافية وتبسيط الإجراءات وضمان أن تكون السياسات والإجراءات والرسوم المتعلقة بالخدمات واضحة أمام المستثمر، وأيضا القدرة التنافسية لهذه الرسوم التي ستجعل من المناطق أكثر جذبا واستدامة للمشاريع القائمة، وبما يسهم أيضا في الاستدامة والاستقرار المالي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. خرجنا من أصل 258 خدمة ب 81 خدمة لم يتم فقط تحت تخفيض الرسم، وإنما تم أيضا تقليص المدة الزمنية لتقديم هذه الخدمات وتقليص الإجراءات وتقديس جميع وتقديس الاستمارات والشهادات المرتبطة بالخدمات المختلفة، حيث تم حصر ما يقارب 56 شهادة كانت تخرج بمختلف أنواعها في المناطق وتوحيدها في نموذج واحد، إلى جانب عدد أيضا من الاستمارات المتعددة. وأتمتت هذه الخدمات إلى تصبح خدمات إلكترونية. والجدير بالذكر هنا أن الهيئة سعت خلال الفترة الماضية وبما يسبق هذا القرار إلى تقديم خدمات أيضا ذات ميزة تنافسية للمناطق الواقعة تحت إشرافها، لعل من المناسب الذكر هنا أيضا خدمة الاختيار الإلكتروني للأراضي، حيث أصبح للمستثمر إمكانية اختيار الأرض المناسبة والاطلاع على تفاصيل هذه الأرض سواء من داخل السلطنة أو خارج السلطنة، وحجز الأرض لمدة تصل إلى 20 يوم، وإمكانه أيضا الوقوف على هذه الأرض على أرض الواقع، ومن ثم تأكيد قبوله بالأرض وتوقيع اتفاقية الانتفاع فيما بعد، إلى جانب الأنظمة الإلكترونية المتعلقة أيضا بالرقابة. وأتمتت خدمات أخرى تتعلق بالسجل التجاري وتأشيرات إقامة المستثمرين وتصاريح البناء والحفر ورسم المساحي الإلكتروني وتدشين مركز التواصل التفاعلي مع المستثمر، الذي أيضا أصبح متاحا للمستثمر تتبع الخدمات المطلوبة من قبله ومعرفة الموقف التنفيذي لهذه الخدمات، والتيقن من التزام أيضا مقدمي الخدمة أو المحطة الواحدة بالهيئة بالوقت الزمني المحدد للخدمة، وإيجاد لوحة أيضا تحكم ومتابعة في الهيئة في مدى التزام أيضا مقدمي الخدمة في المناطق الواقعة تحت إشراف الهيئة بالمدد الزمنية المحددة لكل خدمة، والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة من تحديد المسؤوليات والأدوار التي أوكلت إليهم في سبيل تسريع بيئة الأعمال وتقديم خدمات أيضا تتميز بالسرعة والكفاءة. نعم. في يعني المناطق بوركت جهودكم فعلا. نعم. في هذا الإطار دكتور، ذكرت في حديثك أنه نسب التخفيض وصلت إلى 96%. نعم. في بعض الإجراءات أود أن أتحدث عن النسب المختلفة. نعم. تفاوتها أيضا. نعم طبعا كما ذكرت أن دراسة الرسوم وتوحيدها مر بعدد من المراحل، من هذه المراحل أيضا إعداد مقارنة للقدرة التنافسية لهذه الرسوم وتحديد القيمة المضافة من كل خدمة بما ينعكس على الوزن النسبي للخدمة بحسب نوعها والزمن المستغرق لتقديم الخدمة والجهد أيضا المبذول من قبل الهيئة في معالجة الخدمة، وبالتالي كانت النسب متفاوتة. فنجد في تأسيس السجلات التجارية أو قيد المشاريع في السجل التجاري للهيئة تم تخفيضه من 1550 ريال في بعض المناطق إلى أن أصبح 250 ريال موحد في جميع المناطق، إلى جانب تخفيض رسوم التراخيص وزارة الأنشطة بنسبة تصل إلى 81% في بعض الفئات. فنذكر على سبيل المثال 1550 ريال كان في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للصناعات لتراخيص الأنشطة الصناعية الثقيلة لتصبح 750 ريال لمدة 3 سنوات، كانت مدة سنة
فأصبحت 750 ريال لمدة 3 سنوات، أي بواقع 250 ريال في السنة الواحدة. والمناسبة أيضا الذكر هنا أن مدة الرسم أصبحت أو الترخيص أصبحت 3 سنوات، وأصبح أمام المستثمر أيضا الخيار متاحا في أن يختار الترخيص لمدة سنة أو سنتين أو 3 سنوات، وذلك من أجل تسهيل أيضا الأعمال لهذه الشركات وتيسير مهامها إلى بما يتوافق أيضا ويتواءم مع تطبيق نظام رقابي أيضا مرن يهدف إلى تنظيم البيئة الاستثمارية أكثر مما يهدف إلى الرقابة والالتزام، ومساندة أيضا هذه الشركات أو المستثمرات العاملة في المناطق الواقعة تحت إشراف الهيئة من توفيق أوضاعها وتنظيم بيئة أعمالها بما يضمن استقرارها وتوسعها المستقبلي. وحقيقة يأتي ذلك أيضا ضمن الجهود التي تعمل عليها الهيئة والمهام التي أوكلتها أيضا العاملين في مختلف المناطق الواقعة تحت إشرافها من خلال استحداث خدمة الرعاية لما بعد الخدمة، حيث يتم المتابعة مع المستثمر بشكل مستمر وضمان بدء عمليات الإنشاء والتشغيل لهذه المشاريع في الوقت المحدد، وكذلك أثناء عملية الإنتاج يتم المتابعة وضمان وجود تسهيلات ومعالجة للتحديات التي قد تواجه هذه الاستثمارات، ويساهم ذلك حقيقة في ضمان توسعة هذه المشاريع واستقطاب مشاريع تكاملية أخرى أيضا استنادا على ما تلمسه هذه المشاريع. دكتور، نود أن نؤكد على هذا الحديث في ختام هذه المتابعة على أهمية القرار الذي صدر أيضا في تعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة. نعم، حقيقة قرار توحيد الرسوم المقدمة في المناطق الواقعة تحت إشراف الهيئة أصبح ممكنا كبيرا لهذه المناطق، وأصبح جاذبا بشكل أكبر للاستثمارات بمختلف أنواعها، وأضاف قيمة نوعية للقطاعات المختلفة أو القطاعات الاقتصادية المتوزعة على مختلف المناطق الواقع الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، من حيث وجود رسم واضح ومحدد وموحد في جميع المناطق، وسينعكس ذلك بإذن الله بشكل إيجابي، وبدأنا نلمس ذلك حقيقة من خلال أن ينصب توجه المستثمر نحو اختيار الموقع المناسب الذي المتوائم مع الميزة أو القيمة المضافة للقطاع المتوافق مع نوع النشاط الاقتصادي المستهدف، ومتوقع أيضا أن يخلق تكامل أكبر بين المناطق، وهذا أحد الأهداف التي أيضا سعت إليها الهيئة من خلال إيجاد التكاملية بين المناطق الواقعة تحت إشرافها بشكل أكبر، والعمل جنبا إلى جنب في التوزع أو التنوع الاقتصادي في هذه القطاعات. وسيسهم أيضا وجود رسوم محددة ورسوم موحدة وتتسم بالشفافية وقدرة تنافسية على جذب المزيد من الاستثمارات بإذن الله، وتسهيل أعمال أيضا الشركات القائمة يعني سعيها بإذن الله نحو التوسع والاستفادة من هذه الممكنات المتكاملة مع الحوافز والمزايا الأخرى. يعني قرار يأتي في وقت يحظى قطاع الاستثمار في السلطنة بأهمية كبيرة، خاصة في ظل توجه وطني نحو توسيع رقعة الاستثمار على المستوى المحلي والأجنبي. أنا أشكرك على حضورك الليلة في برنامج من عمان لتوضيح هذا القرار، مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة دكتور سعيد بن خليفة القريني. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا. ونتواصل معكم أيها الأحبة في المتابعة القادمة بعد قليل، ابقوا معنا.